أنتم تشاهدون قناة معرفة وأكثر. كيف يحدث التهاب الشعب الهوائية؟ وما هي أسباب ذلك الالتهاب المزعج؟ وكيف يمكن الوقاية من التهاب الشعب الهوائية؟ وماذا عن العلاجات المنزلية للسيطرة على التهاب الشعب الهوائية من البداية؟ ينشأ التهاب الشعب الهوائية الحاد غالباً من نزلات البرد أو أي عدوى أخرى في الجهاز التنفسي، فيمكن أن يكون سبب التهاب الشعب الهوائية الفيروسات والبكتيريا والجزيئات الأخرى التي تهيج أنابيب الشعب الهوائية. ويحدث هذا الالتهاب بسبب الفيروسات، وهي عادة الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا. وللعلم، المضادات الحيوية لا تقتل الفيروسات، لذلك لا يفيد هذا النوع من الأدوية في معظم حالات التهاب الشعب الهوائية. ولا يظهر هذا الالتهاب عند الكبار، بل يظهر عند الأطفال ويؤدي إلى أعراض حادة. ويستمر التهاب الشعب الهوائية الحادة عادة لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع. والأطفال الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية والحساسية المزمنة، أو أولئك الذين يعانون من التهاب اللوزتين والأوردة اللحمية، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد. كما يتعرض الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة للإصابة بالعدوى البكتيرية التي قد تؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية. ولكن ماذا يمكن أن نفعل من أجل السيطرة على الالتهاب من البداية؟ المسار الأول: الغرغرة بالليمون. الغرغرة بالليمون يمكن أن يوفر راحة سريعة من علامات وأعراض التهاب الشعب الهوائية، ويهدئ السعال والتهاب الحلق. فالليمون يعمل كمطهر يساعد على إخراج المخاط، وهذا بدوره يساعد في تقليل البلغم ويقلل من الالتهاب. يمكنك عصر نصف ليمونة وإضافة كمية صغيرة من العسل إن لزم الأمر، ويتم الغرغرة بهذا المحلول ثم بصقه بعد الغرغرة، ويكرر ذلك عدة مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائج. وهذا المسار في هذه الخطة العلاجية مسار مهم وضروري. المسار الثاني: العسل. العسل هو علاج جيد لكبح السعال المرتبط بالتهاب الشعب الهوائية. فبسبب القدرة المضادة للبكتيريا والفيروسات في العسل، فإنه يسهم بشكل كبير في تخفيف السعال المرتبط بالتهاب الشعب الهوائية، ما يجعله يتمكن من المساعدة في تخفيف التهاب الحلق. يمكن مزج ملعقتين صغيرتين من العسل الخام مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وتناوله في الصباح الباكر وقبل الخلود إلى النوم، إذ أن ذلك يخفف من السعال ويعزز النوم بشكل أفضل. المسار الثالث: الزنجبيل. الزنجبيل علاج طبيعي ممتاز لعلاج التهاب الشعب الهوائية. هل تعلم أن الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وزيادة المناعة، وهو فعال جدا في الحد من أعراض التهاب الشعب الهوائية؟ ولكن ينبغي أن ننتبه أن الزنجبيل الذي يستخدم للأغراض العلاجية بشكل أفضل هو الزنجبيل المجفف، إذ ينصح استشاري التغذية العلاجية مازن السقة بضرورة نقع هذا الزنجبيل في الماء العادي البارد لمدة 12 ساعة، ومن ثم تناول ذلك المنقوع في الصباح الباكر، والحرص على تناول هذا الكأس من مرتين إلى 3 مرات في اليوم. ومن باب الأمانة العلمية، لا ينصح بتناول الزنجبيل لمن يعانوا من مشاكل في الجهاز الهضمي وحرقة المعدة والقرحة، وفي حال كان الشخص يعاني من ارتفاع في ضغط الدم أو ما يعرف بالأمراض المزمنة، فينبغي عليه أن يكون حذراً عندما يتعامل مع الزنجبيل، ويمكنه استشارة أخصائي التغذية العلاجية. المسار الرابع: الثوم. بسبب خصائصه المضادة للفيروسات، يعد الثوم مفيد جدا في علاج التهاب الشعب الهوائية، وخاصة التهاب الشعب الهوائية الحاد.
وتشير الدراسات إلى أن الثوم كان ناجحاً في تثبيط نمو فيروس التهاب الشعب الهوائية، ما يجعله مكوناً فعالاً لعلاج التهاب الشعب الهوائية. كل ما عليك هو أن تتناول الثوم بطريقتين للاستفادة من المكونات المذهلة في هذه الثمرة. الطريقة الأولى بلع فص من الثوم في الصباح الباكر، أما الطريقة الثانية فهي العمل على بشر الثوم ونقعه في قليل من اللبن لمدة 5 دقائق، ومن ثم تناول هذه الوجبة الرائعة والمفيدة جدا. المسار الخامس، المشروبات الساخنة. في سلم الأولويات لمن يعاني من التهاب الشعب الهوائية، مشروب عين الجرادة، إذ يؤكد استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن السقا عبر قناته في اليوتيوب أن مشروب عين الجرادة التي ترونها في الشاشة يساعد بشكل كبير على تهدئة السعال وتخفيف التهاب الشعب الهوائية، كما يمنحك فرصة النوم الهادئ بعيدا عن نوبات السعال التي تستفز الإنسان خلال ساعات الليل. كما ينصح استشاري التغذية العلاجية بضرورة تناول بعض المشروبات الدافئة المعروف أنها من أقوى مضادات الأكسدة، وعلى رأسها البابونج والقرفة والشاي الأخضر. هذا الثلاثي هو من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية التي تعمل على تهدئة التهاب الشعب الهوائية. المسار السادس، العلاج بالتدليك. يمكن للعلاج بالتدليك أن يساهم بشكل مباشر في التهاب الشعب الهوائية، ولكن كيف نستخدمه وكيف نثق بفعاليته؟ هل تعلم أن الجلد يمتص أكثر من 60% من أي مادة توضع عليه؟ فعند الاعتماد على زيت السمسم الدافئ وتدليك منطقة الصدر بزيت السمسم الدافئ، فإن الجلد يعمل على امتصاص هذا الزيت الذي يعتبر من أقوى المواد الزيتية التي يمكن أن تعالج التهاب الشعب الهوائية. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر. إلى اللقاء.